السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي ومتابعين قناة معلومات وفنون. إن شاء الله النهاردة هنشوف حاجة مختلفة غير بقى شغل الخرز. بإذن الله النهاردة هنقدم النوتيلا. النوتيلا دي الشوكولاتة اللي بيحبوها الأولاد على السندوتشات. طبعا دي بتبقى غالية جدا، وأنا بصراحة عملتها في البيت وجربتها مرة واتنين، العيال بيحبوها قوي، فقلت أعملها لكم تشوفوا برضو، تقولي رأيكم بعد ما تجربوها حلوة وحشة، عرفت اعملها قولي رأيكم يعني. بص احنا مش هطول عليكم. بص حبيبي، مكونات معنا ده سكر، هو في ناس بتستخدم سكر بودرة، بس انا مستخدمة السكر اللي هو الابيض الناعم ده، ان كده كده السكر انا بدوبه في المية، فبعد ما بيدوب السكر البودرة بيدوب والسكر ده بيدوب، انا بنقيه اللي هو السكر اللي هو الرفيع اللي هو الابيض دوت، ده بيدوب قوي. نفس المعيار، انا عامله كله معيار واحد، نفس المعيار السكر، نفس العيار هو سكر لبن بودره، ونفس العيار كاكاو خام من عند العطار. كثافه الكاكاو دي هي بتعمل التقل بتاع، انا جربتها قبل كده بكاكاو اللي هي بتاعه الشرب، طلعت خفيفه جدا، ما عطنيش السمك اللي انا متعوده عليه في النوتيلا. فالكاكاو اللي هي الخام اللي بتيجي من عند العطار بتاعه الحلواني ده، نسكافيه بالبندق عشان يديني طعم الايه اللي هو النوتيلا بالبندق. نفس العيار انا معيرت هنا اهو في كوبايه، نفس العيار ميه، نص العيار زيت. يبقى كده احنا ما عندناش الادوات بتاعتنا او المقادير بتاعتنا ما فيهاش اي لخبطه، اتحفظ لبن بودره، سكر عادي او سكر بودره، كاكاو خام، ميه، زيت، كلهم نفس العيار ما عدا الزيت نص المعيار. بص يا حبيبي احنا هنا بنحط الاول، اول حاجه بنحط الميه. بص هنا كده اول حاجه بحط الميه، وبنحط السكر، هنضربها في الخلاط لغاية ما السكر يدوب خالص. الصوت طبعا كده، فانا هنا عشان ما اصدعكمش هقلبها واجيلكم. قلبنا هنا السكر ورجعنا تاني نحط اللبن البودرة اهو، كده حطينا اهو اللبن البودره، وهنرجع برضو نضربه ضرب كويس. ايه المشكله بقى؟ يعني هي ايه التكايه بقى اللي بتخلي الحاجه كويسه، اللي هي ايه يا رب بس ما يكونش صوت الخلاط. بصوا كده انا بس عايزه اوريكم شكله، بص عامل ازاي، بصوا اللبن عامل ازاي مع السكر. نحط هنا النسكافيه، نحط الكاكاو، هنقفل عليه. فين المكنة؟ اهي مش عايز تركب، ثواني هضرب كاكاو واجيلكوا تاني. بصوا كده حبايبي، بص الكاكاو تقيلة ازاي، بص سمكها عامل ازاي معانا. ده احنا لسه بقى محطناش الزيت، لما بنحط الزيت سمكها بيزيد، بس احنا بقى بنحط الزيت ايه حبة حبة. طبعا الناس اللي عندها خلاط فيها فتحة من فوق بتنزله نقطة نقطة كده وهو بيتضرب،
فبتجي. بس انا عندي بقى مشكله ان انا هضرب كذا مره، فانا هضرب لكم واحط الزيت كده كذا مره، وباذن الله ارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما ضربت الزيت بقى، ان الزيت بيتضرب كتير، كل ما بحط نقطه زيت اضرب، كل ما احط زيت نقطه زيت اضرب. يعني ضربتها على نص كوبايه دي او نص المعيار اللي انا عاملاه، ضربته على كذا مره. انا صبيت هنا اللي بتاع، بس انا حبيت اصب معاكم واحده عشان تشوفوا الكثافه. بصوا الكثافه بتاعته عامله ازاي، بصوا الكثافه بتاعت النوتيلا عامله ازاي، الشوكولاته الخام. وما اقولكيش طعمه ايه بقى، بص كده، بصوا اهو. صبوا معاكم تاني، ده بقى عايز ينزل طبعا، ننزله احنا. فدلوقتي حبايبي بص العيار اللي احنا عملناه، طبعا هنا لسه ده بتكمل، لما انا هنزل بقية اللي في الخلاط بيكمل. العيار ده بيعمل لي 3 معيار شوكولاتة نوتيلا زي ما احنا شايفين كده، والسمك بتاعها زي ما وريتكم، بصوا عامل ازاي. وما بتحط، بص تخينة ازاي، وما بتحط في التلاجة كمان، بتديكوا اكتر من كده كتير. بصوا هنا السمك بتاعها عامل ازاي، بص في المعلقة عاملة ازاي، فانا حبيت ان شاء الله يعني اغير النهاردة من ضمن الفيديوهات، بدل ما كل فيديوهاتنا كلها خرز، فحبيت برضو ايه، احنا كنا بنسمع معلومات وفنون، زي ما بنقدم فنون الخرز نقدم برضو اي معلومة نعرف نوصل لها. ويا رب تنول اعجابكم، وبسم الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله اللهم صل عليك وسلم يا رسول الله. وننهي الفيديو بتاعنا، بس قبل ما ننهي اقول لكم لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لنا اعجاب، واللي ما اشتركش في القناة يعمل لنا اشتراك ويفعل زر الجرس، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.